مشاهدي الكرام في كل مكان، سعد الله اوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في النقل التلفزي المباشر الذي ياتيكم مباشره من هنا من مدينه طنجه. واللقاء المرتقب بعد لحظات يجمع بين الفريق المحلي فريق اتحاد طنجه وخصم في المواجهه. نبداو بالتشكيله الخاصه بالطرفين معا وغنبداو فريق رجاء بلبلان اللي غيدخل لهذه المقابله بالاسماء الاتيه: رقم واحد خالد كيبري علوي، رقم 21 رمضان اللالي، رقم 30 عز الدين لقاب، رقم 92 ديرو عبد الله عباس، رقم 5 اصفر جاد، رقم 15. بالنسبه للتحكيم في هذه المقابله فات هذا اللقاء، نتمنوا صديقين ان المنافسه تكون شيقه وجيده. بالنسبه للفريق اللي هو الفريق المحلي فريق اتحاد طنجه بالاسماء الاتيه: رقم 2 رضوان خط الوسط، تحضير في اتجاه الخط الهجومي الباحث عن تحقيق نتيجه مرضيه. كره جيده لكن مباشره الى خارج ارضيه الميدان اماميه من جديد لصالح فريق اتحاد طنجه. قعداوي هذا ايوب مهارته المعتاده يحاول ممكن ينطلق على مستوى الخط الامامي غايب تماما في انتظار الميستيك على وقع الاهداف. تصويبه ممتازه وهذه جميله، هذه جميلة في 17 دقيقة كاملة، يعني أحسن محاولة اللي شفناها لحد الساعة في خط الوسط. البناء الهجومي التعامل مع الكرات من القاعدة الأولى من قاعدة الدفاع عماد حمود، اختاروا الجهة اليسرى، كرة ممتازة، يبحث عن فرصة التصويب، فرصة التصويب، 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 كرة ممتازة ومباشرة إلى خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى، آخر لاعب، آخر عنصر، لمسات الكرة كان وزوير الوصلي ومع ذلك شوت مباشرة إلى كرة ملعوبة بشكل جميل داخل منطقة الجزاء. محاولة الحارس في مكان مناسب تمكن من ايقاع في الكرة الأخيرة. انوار يحاول انطلاق يمكن يدير تغيير في نتيجة هذه المقابلة. يمشي القهداوي ولكن الانطلاقة ديالو كان في الأول جيدة ولكن سرعان ما ثم بعد ذلك التمرير فرصة التصويب، تصويب مستمرة المحاولة ولكن في آخر المطاف في زاوية. الفرص، الفرص هل بإمكانها أن تكون متاحة؟ يوسف انور يمر في شروار بني ملل وتمريرة رائعة، كرة الهدف لا تناقشني، كرة الهدف لا تناقشني. ايوب القعداوي عنده ورائع ايضا ايوب القعداوي على الطريقة الرائعة على مستوى التمرير. كرة ملعوبة من جديد، فرصة هنالك راسية تعود مرة أخرى من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. الضغط المستمر المتواصل اللي بإمكانه أن يحمل جديد مهم جدا خارج القواعد، وكما توفيق للفريق فريق نهضة بركان. نتابعوا هذه المحاولة، كرة ملعوبة، التحضير، البحث عن الكرات اللي بإمكانها تحمل جديد، هذه التصويب ولكن إلى خارج أرضية الميدان. نعم محاولات تلو المحاولات الأندية المغربية التي تشارك على مستوى المنافسة القارية والتي تمثلنا هزيج رائع من الدرجات. القعداوي، أيوب القعداوي، كرة من كوكو، كرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف، موكوكو يا موكوكو. كان بإمكانه أن يضعها في المرمى، قليل من الحظ، كان بإمكانه أن يعاني في 5 مباريات، تعادل في مباراة وحيدة ولكن لم ينتصر، لديه في 6 مباريات نقطة وحيدة. كرة طنجوية، محاولة ممتازة، كرة ممتازة وهدف، هدف أول، هدف أول، طنجاوي، طنجاوي، يأتي في هذه اللحظات، قلت أنها ليست مباراة صفر مقابل صفر، هي مباراة قابلة لأن تكون حاملة للأهداف، 1-0 جيد، يجيد الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء ويضع في المرمى معلنا عن هدف مهم، هدف رائع، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. يوسف أنور يقود فريق اتحاد طنجة نحو 3 نقاط حتى الآن في الدقيقة 86، 4 دقائق المتبقية لنهاية الوقت القانوني. هجمة مرتدة مضادة، ينطلقون، يلعبون، ينطلقون نحو شباك فريق رجاء بلبلان. موكوكو، 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 يضيع، يضيع، ما لا، ما لا يضيع في لقطة
ولا هدف ينهي القصة ينهي الحكاية. كوناتي يحافظ على كورتو في هذه اللحظات يعلن حكم المباراة لنهاية هذه المباراة القوية في الدقائق الأخيرة بالنتيجة المعروفة هدف واحد مقابل لا شيء. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا في كل مكان شكرا لكم على حسن المعاينة ومتابعة. نلقاكم في قريب المواعيد ونتمنى المواعيد أن تكون جيدة ورائعة عبر القناة. تابعونا. هذا يحييكم. إلى اللقاء.